صورة الحسيمة في خمسينيات القرن الماضي لا تختلف كثيرا عن حاضرها، بقي البحر والأجراف واختلف العمران. أما عن نشأتها فجل الوثائق التاريخية ترجع تاريخ تأسيس المدينة إلى سنة 1925، تاريخ إنزال القوات العسكرية الإسبانية على شواطئ سبادية. قبل ما يعني تأسس هذه المدينة كانت المنطقة تسمى بمنطقة تغزوت، وكانت منطقة فلاحية، وكان فيه كذلك أكواخ يعني كيستعملوها الصيادين اللي كانوا كيستعملوا الشاطئ من أجل الصيد. بعد ما احتلوا الإسبان هذا المكان واحتلوا بعدها أجدر، اختاروا على أنهم يديروا المدينة ديالهم والموقع ديالهم الاستراتيجي الهام يعني لاحتلال باقي المناطق يعني المتواجدة بالإقليم. مدينة الحسيمة كانت تسمى سابقا فيا سان خورخو، وإلى يومنا هذا يعني نواحي سكان نواحي مدينة الحسيمة كيسميوها فيا. هي مدينة حديثة العهد في عمرها ما يقارب 88 سنة. وإذا كان الاحتلال هو سبب الإنزال العسكري الإسباني، فإن إنزالا بلون حالين قاد قدماء سكان مدينة الحسيمة من الإسبان إلى ذات المنطقة صبادية، حيث يرقد في هذه المقبرة جثمان المئات من الإسبان، منهم من فضل البقاء بالحسيمة حتى بعد فترة الاستقلال. الحسيمة كانت دائما ذلك المكان المتميز بشمال المغرب بسواحلها وشواطئها وعمرانها وبناياتها القديمة التي لا تزال قائمة إلى يومنا هذا. جئنا في هذه الزيارة إلى هذه المدينة